تحت شعار ست الستات المصريه تم افتتاح السوق الخيري في جامعه منصوره اللي بيشتمل على مجموعه من الماكولات والاكسسوار والكروشيه والمكرميات والاعمال الفنيه والمفارش والملابس الرياضيه كمان. في تفاصيل اكتر هنعرف كل التفاصيل من الدكتور شريف خاطر رئيس جامعه المنصوره. اهلا وسهلا بك يا دكتور وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا حضرتك وعلى الساده المشاهدين. دكتور، معرض منتجات ست الستات متميز عن باقي المعارض المختلفة أو اللي دشنتها جامعة المنصورة في إيه؟ هو طبعا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة المنصورة بيساعد على على مساعدة السيدات المعيلة في تقديم خدمة لهم، فبالتالي تم التنسيق معهم لكي يقدموا ما لديهم من اشغالات او ما لديهم من اعمال يدويه، وده كان بتنسيق مع الدكتوره مايا مرسي المجلس القومي للمراه، وكذلك في المجلس القومي للمراه في الدهليه لتقديم خدمه لهم بدون اي مقابل وتشجيعهم داخل جامعه المنصوره. دكتور شريف، بالنسبة لمدة المعرض مستمر لحد امتى؟ والسؤال المهم طبعا اللي كلنا بنسأله والناس بتسأله، الأسعار، هل في أسعار مخفضة، في تخفيضات معينة بمناسبة شهر رمضان مقارنة بالأسعار في الأسواق الخارجية؟ هو طبعا المعرض ممتد من بدأ من أمس، يمتد اليوم الأحد، وممكن بناء على طلبهم أنا وافقت على أي مد يومين أو ثلاثة زيادة، ما عندناش أي مشكلة. اما بالنسبه للاسعار حقيقه انا اطلعت على كل المشغولات وكل الاعمال المقدمه منهم، اسعار في متناول كل الفئات واسعار ارخص من مما يباع في الخارج خارج الجامعه، وكذلك الامر لدينا منفذ بقريب منه خاص بالقوات المسلحه بيقدم كل منتجات القوات المسلحه بنسبه تخفيض تتجاوز ال 30 وال 40% من الاسعار الموجوده في المحلات خارج جامعه المنصوره. جميل. طيب دكتور، ازاي تم اختيار المشاركين او تم الاتفاق مع المشاركين في المعرض؟ هل في شروط تم وضعها للمشاركين بحيث ان احنا نبقى ضامنين ان السيدات هيحققوا ربحيه كويسه وفي نفس الوقت تكون الاسعار والجوده مناسبه للطلبه والعاملين في جامعه المنصوره بحيث انهم يشتروا وهم مبسوطين ومستريحين؟ الفرع الخاص بالمجلس القومي للمراه برئاسه الدكتوره امينه شلبي بيتم التنسيق معانا وبيتم اختيار السيدات اللي لديهم حرفة يدوية وبالتالي لديهم منتج متميز، على أساس يكون في إقبال من الجهاز الإداري، عندنا أكثر من 30,000 موظف، ويكون في إقبال من أعضاء التدريس ومن الطلبة. احنا لدينا أكثر من 220,000 طالب داخل الجامعة، ووضعنا المعرض ده في مكان مميز داخل الجامعة بحيث ان احنا نساعد السيدات المعيلة في في ان هم يحصلوا قدر كبير من الربحيه من المشغولات اليدويه اللي هم بيقدموها. اكيد. طب دكتور شريف، هل المشاركه قاصره فقط على سيدات المنصوره وتحديدا فئه السيدات المعيله، ولا المشاركه مفتوحه ممكن لسيدات من محافظات اخرى؟ احنا ما عندناش مانع نعمل معرض كل شهر للسيدات المعيله في قطاع دلتا بالكامل. ولدينا نادي على المشاي على النيل مباشره، من الممكن ان نقدم هذه الخدمه، لان زي ما حضرتك عارف فخامه الرئيس الجمهوريه بيدعم السيدات خاصه السيدات المعيله. فاحنا كجامعه المنصوره لنا دور خدمي ودور بيقدم خدمه لدى المجتمع، وبالتالي على استعداد ندعم هذه الفكره لدى السيدات المعيله على مستوى الدلتا باكملها. أكيد. إحنا بنتكلم على كل المشغولات اليدوية، إحنا بنتكلم كمان على مواد غذائية أو أكل جاهز أو الحاجات البيتي بتاعة السيدات، خصوصا مع شهر رمضان المخللات والمربى والحاجات اللي زي كده، هل هتبقى برضو موجودة وفي متابعة ليها ومتابعة لجودتها وللتاريخ الإنتاج وتاريخ الإنتهاء الصلاحية بتاعها؟ الحقيقه تم تقديم بعض المأكولات، والحقيقه عندنا كليه الزراعه بتتابع هذا الامر وبيكون في ضوابط لها، لان طبعا المأكولات لو دخلت الجامعه لازم تبقى تحت رعايه طبيه من الجانب الطبي، وكذلك مراعاه المنتج من الجانب الكليات المختصه عندنا زي كليه الزراعه، ومن ثم بيتم التاكد من مدى صلاحيتها
للمأكل للأكل عشان لو أي طالب أو أي موظف أكل منها يكون ضامنين مدى الصلاحية الخاصة بها الصحية. أكيد أكيد، كل الشكر ليك الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وفعلا في حرص كبير قوي على أن كل حاجة في الدولة تكون بتشتغل مع بعض، السيدات المعيلة موجودة جوه في قلب الجامعة، الموظفين بيشتروا والطلبة بتشتري، وبالعكس ممكن نلاقي طلبة يكون بيقدموا كمان ويكون هم عندهم مائدة بيعرضوا عليها سواء شغلهم أو أشغال الهنميد أو غيرها. كمان زي ما قال دكتور شريف رئيس جامعة المنصورة انه الباب مفتوح لمعارض كمان لكل السيدات اللي موجودين في الدلتا، محافظات الدلتا، وده شيء جميل جدا وتشجيع طبعا للسيدة المعيلة.